رائد الأغنية الشعبية عبد الله البيضاوي اللي كانوا كاع المغاربة تيحماقوا عليه، واللي كان في الفترة ديال الثمانينات والتسعينات هو رقم واحد في الفن ديال العيطة. بالليلة ونهار كيلقاوه مقتول في المنزل ديالو. هاد الواقعة كانت صدمة بالنسبة للعائلة وكذلك الوسط الفني. كيفاش هاد الشخصية المشهورة تم التصفية ديالها؟ واش بصح تقتل بسبب الشذوذ الجنسي؟ عبد الله من مواليد 1949، تزاد وكبر في مدينة الدار البيضاء. كان من الصغر ديالو تيحماق على شي حاجة سميتها الغناء. كان تيتصنت بزاف الأغاني الشعبية وبالضبط الفن ديال العيطة. كان مولوع بزاف بهذا المجال، خصوصا الأغاني ديال خربوشة، بوشعيب البيضاوي، الشيخة فاطمة الزحافة، المريشة القبو. هاد المغنيين كاملين كان تيحفظ الأغاني ديالهم وكيأديهم مزيان. عبد الله منين وصل للعشرينات بدا كيحاول أنه يطور الموهبة ديالو شوية بشوية، وبدا كيقلب على فرص وكيبحث على فرق غنائية باش يولي يغني معاهم ويتدرب معاهم، وهكا غادي يتقن الغناء أكثر. وهنا غادي يبدا مع واحد المجموعة ديال الشباب، وهاد الشباب كانوا مازالين صغار عاد كيتعلموا، وكان هو بحال الا بغينا نقولوا هو المعلم ديالهم. بقاو خدامين حتى ولاو معروفين وبداو كيشدوا العراسات في الدار البيضاء. وهنا عبد الله بدا كيتشهر بشويه بشويه، والناس كلها بدات كتعيط ليه بفضل الصوت ديالو اللي كان متميز، حتى النهار اللي سمع به بوشعيب البيضاوي واللي كان كيتعتبر رمز من رموز العيطة المغربية في ديك الوقت. تواصل معاه واقترح عليه انه يخدم معاه في الفرقة ديالو، وبطبيعة الحال عبد الله غادي يوافق لان الهمزة جات حتى ما بين يديه وما يمكنش يفلتها. فعلا بدا كيخدم مع بوشعيب البيضاوي وكيتعلم منه، وكانت بداية موفقة في المسيرة الفنية ديالو. غادي يبداو النجاحات ديالو، وغادي يبدا يدير سهرات في الرباط، المحمدية، مراكش، طنجة. الناس كاملين ولاو كيطلبوه باش يجي يغني ليهم في العراسات. المهم بقات الامور غدا مزيان حتى لواحد النهار عبد الله قرر انه يخرج من الفرقه ديال بوشعيب البيضاوي وانضم لواحد الفرقه اللي كانت حتى هي معروفه بزاف في ديك الوقت، واللي هي الفرقه ديال الماريشال قيبو. وفي هذه الفرقه عبد الله زاد النجاح ديالو وزاد العطاء ديالو اكثر من الاول. بداو كيخرجوا كيديروا سهرات برا المغرب، الجاليه المغربيه، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا. المهم عبد الله ولا معروف بزاف، والشهره ديالو كتزاد نهار على نهار، ولاو عنده معارف كبار وصبحت عنده قيمه فنيه كبيره في المغرب. هذا الشيء اللي غادي يخليه انه يفكر يستقل ويدير الفرقه ديالو. فعلا دار الفرقه ديالو ودار لراسو اسم فني وسمى راسو عبد الله البيضاوي، بحكم انه كيبغي بوشعيب البيضاوي وهو اول واحد كان عنده الفضل في هذا النجاح ديالو، فقرر انه يسمي راسو بهذا الاسم. في هذه المرحله عبد الله البيضاوي غادي يزيد يتعرف، ولا عنده جمهور كبير، ولات كتعيط ليه وزاره الثقافه وكيعيطوا عليه في التلفزه المغربيه، وبدا كيسافر على برا ويدير حفلات اكثر من الاول. بقى خدام حتى جاتو واحد الكونترا ومشى لاوروبا باش يخدم تما، وبحكم ان الوضع المادي ديالو كان مزيان فهنا غادي يفكر انه يتزوج. وفعلا تزوج وولد 9 ديال الوليدات، 6 ديال البنات و4 ديال الولاد، وبقى خدام عليهم تما في فرنسا. بقات الامور غدا بحال هكا حتى كبروا ولادو، كلهم قراهم مزيان، كلهم كملوا حياتهم في فرنسا، كاين اللي تزوج كاين اللي خدم، المهم كل واحد سهل عليه الله. عبد الله البيضاوي من بعد ما وصل لواحد السن وكون واحد الثروه قرر انه يرجع لبلادو ويستقر فيها باش يرتاح. داكشي اللي دار عبد الله غادي يدخل المغرب هو والزوجه ديالو، وغادي يخلي ولادو تما لانهم كبروا تما وولفوا فرنسا. مباشره منين غادي يدخل غادي يمشي وغادي يشري واحد الفيلا كاينه في مدينه المحمديه وغادي يسكن فيها، وفي نفس الوقت غادي يبقى يغني في السهرات والاعراس بحكم انه محب بالفن والناس مازال كتعيط ليه. المهم بقات الامور غدا بحال هكا حتى لواحد المرحله عبد الله البيضاوي بدا كيحس براسو كيعيا، الخدمه ديالو كامله كتكون بالليل، فما بقاش قادر انه يبقى يسوق السياره ديالو، واتفق مع الزوجه ديالو انه يدير شيفور خاص به
وداكشي اللي دار مشى كيقلب حتى لقى الشاب المناسب اللي غادي يخدم ليه هاد الخدمه هادي. هاد الشاب سميتو صلاح الدين والعمر ديالو 34 سنه. بدا الخدمه ديالو، الامور كانت غدا مزيان، كان كيوصل عبد الله في الليل الخدمه ديالو كيعاود يردو، ولا بغى يسافر او يمشي لاي بلاصه هو اللي كيديه. وبحكم ان عبد الله كان واحد الانسان اللي سخي، كان كيتهلا بزاف في هاد الشيفور، كان كيعطيه صالير مزيان واي حاجه بغاها من فوق الصالير كيعطيها ليه. المهم كانت علاقتهم مزيانه بحال الصحاب. مشات الامور على هاد المنوال حتى لسنه 2013. واحد النهار بالضبط في 15 شتنبر كان يوم عادي بحال كاع الايام. الزوجه ديال عبد الله البيضاوي مشات عند البنت ديالها في الدار البيضاء باش تشوفها، وهو كانت عنده الخدمه ديالو في الليل بحال العاده. وصلوا الشيفور للخدمه، خدم ديك الليله ورجع للدار ونعس. في واحد الوقت الزوجه ديالو كتصوني عليه، ولكن السيد ما كيجاوبش، كتصوني وكتعاود تصوني والو عبد الله ما كيردش، وهو موالف اي واحد الا صونا عليه تيجاوب في البلاصه. فهنا تخلعات وحسات باللي واقع شي حاجه، شدات الطريق ديريكت للمحمديه، وصلت للفيلا دخلات ومشات للبيت حتى كتفاجئ وكتلقى راجلها طايح جثه هامده. ما عرفات راسها باش تبلات، بدات كتبكي وكتغوت وكتحاول تفيقه لانه ما كان فيه لا دم لا والو. خدات الهاتف واتصلت بالبوليس. من بعد مشات كتقلب في بيت النعاس واش مسروقه شي حاجه، وفعلا منين حلات البلاكار لقات الذهب والمجوهرات ديالها كلها مسروقه، وحتى من البلاصه اللي كيحطوا فيها الفلوس خاويه. جاو البوليس وجات الشرطه العلميه وبداو التحقيق ديالهم، كيلقاو ان عبد الله واضحين عليه العلامات ديال الخنق، يعني توفى وهو مخنوق. الشرطه بدات كتاخذ البصمات من الفيلا باش يعرفوا شكون اللي كان تما. فريق بقى مع الزوجه ديالو باش تعطيهم تفاصيل اكثر وتوصف لهم المجوهرات اللي تسرقوا، وفريق بدا كيقلب وكيسول الناس والجيران اللي ساكنين تما يمكن يشوفوا شي حاجه، واش شي حد دخل الفيلا، واش عبد الله كانت عنده عداوه مع شي واحد. المهم كيحاولوا انهم يجبدوا المعلومات الكافيه اللي غادي تعاونهم في البحث ديالهم. واحد العساس غادي يقول لهم باللي البارح عبد الله جا مع هذيك 3 د الليل في تاكسي، هو واحد الشاب صغر منه في السن، ودخلوا بجوج للفيلا. دازت واحد المده ديال 3 ساعات وكيشوف هذاك الشاب خرج من الفيلا وركب السياره ديال عبد الله ومشى. فهنا عرفوا باللي كاين واحد السيد اللي متهم في هذه القضيه هذه، ولكن مازال ما عرفوش شكون. منين قالوا للعساس يوصفوا لهم، عرفوا باللي هذاك الشاب هو الشيفور ديال عبد الله البيضاوي، الشيء اللي اكدته ايضا الزوجه ديالو. قالت لهم فعلا السائق ديالو تقريبا كيكون معاه طول الوقت بحكم كيديه وكيجيبو ديما من الخدمه، وحتى في الدار كيعاونو وكيتسخر ليه. هنا البوليس غادي يعرفوا باللي صلاح الدين عنده دخل في هذا الشيء ولا يقدر يكون هو القاتل. فبداو كيقلبوا عليه وطلبوا من الزوجه ديالو انها تعطيهم لاكارت ناسيونال ديالو. قالت لهم عبد الله عمره ما طلب من الشيفور انه يعطيه نسخه من لاكارت ناسيونال، حيت السيد كيبان معقول ودخل للدار وكلا الماكله ديالهم، وعبد الله كان مهلي فيه وكان كيعتبره بحال صاحبه، يعني ما كانش محتاج انه ياخذ من عنده لاكارت ناسيونال. البوليس بداو كيقلبوا عليه فين ساكن، وكانوا كيديروا البحث ديالهم تحت واحد الضغط اللي كبير بزاف ديال الصحافه والراي العام، لانه بحكم عبد الله شخصيه مشهوره وعنده بزاف ديال المعجبين، كل شيء بدا كيهضر عليه وكل واحد وشنو تيقول وكثر القيل والقال عليه. فحاولوا ما امكن انهم يسرعوا باش يعرفوا شكون اللي من مور هذه الجريمه هذه. المهم بقاو مستمرين في التحقيق ديالهم، حتى لواحد النهار كيوصلهم واحد الاتصال ديال واحد الدايبي في مدينه مراكش، تيقول لهم باللي واحد البنت جات لعندي وبعت ليا واحد المجوهرات مسروقه وطلبات فيهم ثمن اللي ناقص بزاف. قال لهم كانت متوتره ومخلوعه وانا خفت لنطيح في شي مشكل وقلت نعلمكم. مشاو البوليس وعينوا هذاك الذهب والمجوهرات، كيلقاوهم فعلا هما نفسهم المجوهرات ديال الزوجه ديال عبد الله البيضاوي. هنا ولات عندهم مواصفات ديال بنت جديده، شنو الدخل ديالها في هذه الجريمه هذه، واش هو شخص واحد ولا عصابه. خداو المواصفات ديال هذه البنت وبداو كيقلبوا عليها هي وصلاح الدين. بعد ايام قليله وبفضل الحنكه ديال رجال الشرطه
قدروا انهم يلقيو القبض على هاد الجوج اللي هما صلاح الدين الشيفور وديك البنت اللي عرفوا من بعد انها الخليلة ديالو. داوهم المركز ديال الشرطة وهنا غادي يبداو يسولوهم علاش قتلتو عبد الله البيضاوي. لقاو البنت ما عارفة والو حيت من خلال الاسئلة اللي طرحوا عليها عرفوا بلي ما عندهاش دخل في الجريمة. وحتى من المجوهرات اللي باعت قال ليها صلاح الدين بلي عبد الله البيضاوي هو اللي عطاهم ليه. من بعد دازوا صلاح الدين وحاولوا انهم يضغطوا عليه باش يعترف، لكن كيفاجئهم بواحد الهضره اللي ما كانوش كيتوقعوها. قال ليهم بلي داك النهار عبد الله البيضاوي كان شارب بزاف وداه ووصلوا للدار. منين دخلوا للدار بجوج عبد الله حاول انه يتحرش به لانه كان مثلي، وهنا صلاح الدين ما تقبلش هاد الهضره نهائيا ونفاعل وتشد هو وياه حتى شنقوا وقتلوا. وقال ليهم بلي عبد الله البيضاوي كان ديما تيتحرش به وكان ديما تيطلب منه انه يدير معاه ممارسات شاده، ولكن كان تيصبر حيت كان مهلي فيه وكان محتاج لهذيك الخدمه. وهنا اختو غادي تخرج للاعلام على اساس انها تعاون خوها ودافع عليه. قالت للصحافه بلي خويا هو ضحيه ديال التحرش وقتل عبد الله البيضاوي دفاعا على الشرف ديالو. وهنا الاعلام ما تيق امتى خدا هذه المعلومه ورجعها هي عنوان القضيه، وانتشر مثل النار في الهشيم كيف ما تنقولوا. كلشي بدا تيكتب وكلشي بدا تيضرب في عبد الله البيضاوي وفي السمعه ديالو والسيد ميت. التحقيقات كانت مازال مستمره مع المتهمين. صلاح الدين بقى شاد في الهضره ديالو كيقول لهم انا دافعت على راسي وعلى شرفي، وكان تيهددني انه الا ما درتش داكشي اللي بغى غادي يجري عليا من الخدمه. فهنايا البوليس غادي يواجهوه وغادي يقولوا ليه باللي الا كان هادشي بصح علاش ما جيتيش وبلغتي الشرطه، وعلاش سرقتي كاع دوك الفلوس ودوك المجوهرات. بداو كيضغطوا على صلاح الدين انه يقول الحقيقه او لا يعطي شي دليل على هاد الهضره اللي تيقول. شاف الامور كتخلط عليه وبدا تيقر، وديك الهضره اللي كان تيقول في الاول كانت غير قصه خلقها باش يدرق على راسو ويبرر الجريمه ديالو. المهم ما كان عنده حتى شي دليل على داكشي اللي كان تيقول، والتهمه كانت ثابته عليه، والدافع اللي خلاه يقتل هو الطمع والسرقه. من بعد الاعتراف ديالو الصحافه المغربيه بدلت العناوين وبدات كتكتب بان عبد الله البيضاوي عمرو ما كان مثلي، وانما الشيفور اللي دخل عليه وقتلو باش يسرق الذهب والفلوس ديالو. دازت واحد المده قليله وغادي تنطق بالحكم عليهم. غادي يحكموا على صلاح الدين بالمؤبد، وبالنسبه للخليله ديالو حكموا عليها بسنتين. كانت هذه هي القصه المؤلمه ديال الفنان الشعبي عبد الله البيضاوي اللي لقى الحتف ديالو بهذه الطريقه المروعه، واللي ما كان حتى شي واحد كينتظرها لا من العائله ديالو لا من الجمهور ولا من الاصدقاء ديالو من الوسط الفني. كل شيء حزن عليه، خصوصا انه كان انسان طيب ومحبوب عند الناس، وكان خساره كبيره للساحه الفنيه المغربيه. الله يرحمه ويجعل متواه الجنه. هكا كتكون القصه ديال نسالات. ما تنساوش تشاركوني ارائكم في التعليقات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ايضا تشجعونا باللايكات وتشتركوا بالقناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.